مع إعلان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري نتائج التحقيق بالحريق الذي طال قاعة الهيثم الأفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى، حتى ثارت أوساط صحفية ودينية في الموصل ضد هذا البيان. فنتائج التحقيق بينت الملاحظات الآتية: أولاً، قاعة الهيثم المنكوبة كانت تتسع ل500 شخص فقط، وهي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، بالإضافة إلى وجود أقمشة فيها ساعدت كذلك في سرعة انتشار الحريق. ثانياً، كانت القاعة تخلو من أبواب الطوارئ. ثالثاً، الحريق سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال، والحادث أوقع ب107 وفيات و82 إصابة. رابعاً، بناء على ما سبق، تقرر إعفاء قائم مقام قضاء الحمدانية ومدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى ومدير مركز صيانة قضاء الحمدانية ومدير قسم الأطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني. فهذه الجهات مسؤولة عن تقصيرها في نشوب هذه الكارثة، لتكون نتائج التحقيقات واضحة في أن الحادث عرضي وحدث نتيجة الألعاب النارية ووجود مواد في البناء سريعة الاشتعال، بالإضافة إلى عدم توافر ممرات للطوارئ أو منظومات إطفاء. بالمقابل، بدأت بعض الجهات السياسية ضعيفة النفس باستغلال هذه الكارثة للدعاية الانتخابية المبكرة لهم ومحاولة جعل هذه الحادثة مدبرة بليل. إلا أن وعي أهالي الضحايا منع هذا الاستغلال، والكل يشهد كيف عمد أهالي الضحايا إلى طرد مسؤولين ومنع استقبالهم في مجالس العزاء، خاصة أولئك الذين على قمة القرار السياسي، لكن تكاسلهم وتجاهلهم وعشوائيتهم تجاه المجتمع العراقي هو ما يودي بالعراقي والعراقيين إلى الهلاك. شاركنا برأيك، هل نتائج التحقيقات مرضية وصحيحة؟